السلام عليكم نتمنى تكونوا مزيانين بالف خير ان شاء الله اليوم خصصت لكم في هذا الفيديو هذا تشيز كيك اللي ما في جميع المناسبات في الاعياد ولا في اي مناسبه صغيره كانت او كبيره هذا التشيز كيك الاول اللي كان نبدا به قبل من كل شيء يلا نبداو المقادير بالنسبه للطبقه الاولى غادي نحتاج فيها جوج البيضات كيس واحد ديال الخميره كيميائيه نصف كيس ديال الفاني رشه ملح نصف كاس ديال السكر نصف كاس ديال الزيت وكذلك نصف كاس ديال الحليب والدقيق دائما على حسب الخليط على بركه الله نبداو الطريقه آه كما كنصيبوا الكيك عادي يعني بلا خلاط بلا طراب لا حتى شي حاجه كهربائي يعني فقط غير باليد كنطربوا البيض مع رشه ملح والسكر و الكيس ديال او عفوا نصف كيس ديال الفاني و غادي ندير السكر هنا درت نصف كاس يعني عوض الماضلي اللي كنستعملوا دائما اللي كيكون فيها كاس 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 فانا هنا كنستعمل فقط نصف كاس كل جوج بيضات كيكون فيهم نصف كاس آه غادي نخلط هنا جوج بيضات مع نصف كاس ديال السكر غادي نضيف ليه الكيس ديال اولا نصف كيس ديال الفاني ثم غادي نضيف موراها الزيت نصف كاس ديال الزيت ونصف كاس ديال الحليب ثم الدقيق بالتدريج وكيس واحد ديال الخميره كيميائيه هنا بالنسبه اللي بغات تعبر بالمعلقه فقط كتعبر يعني في كل جوج بيضات كدير 8 د المعالق 8 د المعالق ديال الحليب 8 د المعالق ديال الزيت و7 د المعالق ديال السكر دائما السكر كنديروا شويه يكون ناقص هنا بالنسبه للدقيق فكتستعملوا 12 المعلقه كتكون عامره كيبقى لكم الاختيار فقط يعني مظلين باش كتجينا خفيفة وشيشة هنا بالنسبة اللي ما عندوش الفاني فماشي مشكل ممكن يدير رشة ديال او بشر الحامض او البرتقال كيبقى ليه الاختيار وكذلك الحليب ممكن اننا نعوضوه بالياغورت ياغورت اللي هو صغير ماشي الكبير الا استعملنا الكبير فنستعملو النصف نصف ديالو فقط كنخلط هاد المكونات مزيان وانا كنضيف الدقيق حتى تحصل على واحد الخليط اللي كيكون ما تقيل ما خفيف يعني ملي كنرفع العجين بيدي كي كيترسم ليا وما كت ما كتمشيش بسرعه كتبقى مرسومه في العجين دابا نوريكم الطريقه كيفاش كنشوف واش باقي مازال خاص الدقيق في هاد المضلين او لا صافي كما كتشوفوا انا حصلت على الخليط اللي محتاجه فمين كان وضع 8 كنكتب 8 بالخليط ما كتمشيش بسرعه فواحد القالب اللي هو مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق كنصب هذا الخليط ديال الكيك اللي عندي وكيبان لكم انه قليل ولكن ديك داك الكيس ديال الخميره كيميائيه فهو كافي جدا انها غادي تنفخ لينا وتعطينا العلو او السمك اللي بغيناه هنا بالنسبه اللي بغى مادلين تجيه غليظه فماشي مشكل ممكن يدير قالب اصغر انا استعملت هذا القالب هذا يبقى لكم الحريه يكون دائري او لا على آه حسب الرغبه غندخلها الفران اللي ديجا سخون من قبل على 180 درجه حتى تطيب هنا في النصف ديال الطهي كتكون فخات شويه من الوسط فقط كنتقبها بواحد الموس وكترجع تفش وكنخلي وكنخليها حتى كتحمر كنخرجها كنخليها على جنب بلا ما تبرد وندوز نوجد طبقه ثانيه غادي نحتاج فيها نصف لتر ديال الحليب 250 ملي ديال القشده الطريه السائله نصف علبه ديال آه حليب محلى مركز وثلاثة ديال علب ديال الفلان فاني او لا فلان عادي هنا غادي نحسب معكم في يكون فيديو واضح اكثر قلنا 250 ملي يعني ربع لتر ديال لا كريم فريش السائله اولا القشده الطريه السائله اولا الناطه غادي نضيف ليها نصف لتر ديال الحليب هنا الحليب كان كل شيء كيكون بارد عادي وعاد غادي نضيف نصف العلبة ديال الحليب مركز اللي كيكون فيها 370 غرام ولا 340 عفوا فبالنسبة هنا فقط كيفاش كندير نشوف العلبة فقط كنوضع سبعي كنضغط بالجهة الوسط وكيخرج لي ان كنعرف القوام يعني شحال غادي نقدر نحط في ذاك النصف صافي كنضيف الفلان ديالي لهذا الخليط وكنخلط مزيان الفلان مع القشده الطريه السائله والحليب حتى كيندمجوا كي هنا ما كنديرش السكر لانني ديجا واضعه الحليب المركز المحلى غادي نخلط هذا الخليط مزيان وغنخليه على جنب بين لما الفلان يدخل في هذا في السوائل عاد غادي نوضعو على النار غنخليه على جنب ونجيب الكيكه ديالي من بعد ما خرجت لي من الفرن بحال هكا هنا هذا الخليط غنحتفظ به غادي نشوف هذه الكيكه اول حاجه راها ناشفه لذلك فانا غادي نفزقها غير بشويه ديال الحليب ممكن توجدوا السيرو ممكن اللي بغيتو فانا هنا استعملت فقط الحليب وصافي بالنسبه للطريقه كيفاش كندير باش ما كيخرجش لل... الطبقة الثانية ما كتخرجش من مع الجوانب فهذه الطريقة اللي كنستعمل أنني كنوضع بلاستيك غذائي كنوضع إطار عفوا على المادلين الجوانب ديال هاد الجنواز ديالي ثم كنوضع الميكا أو البلاستيك الغذائي مع الجوانب أو عفوا عليها كاملة وكنحاول نطلعها مع الجوانب غير باش كناخد القياس عاد غنرجع نقلبها في صينية أخرى غادي نجيب صينيه اخرى غادي نوضع فيها هذا الاطار اللي فيه البلاستيك ممكن تبدلوه بال... بالالومنيوم وغادي نحاول ندخل فيه هاد الجينواز هذه مزيان حتى تقاد ونزير الاطار عليها مزيان ودائما نخلي الجوانب طالعين ديال هاد ال... هاد البلاستيك الخليط غادي نوضعو على النار حتى يسخن مزيان ويكون قريب يغلي ومع الخلط المستمر وعاد غادي نرجع نصبو على الجينواز الطريقه ديال انني كنصبو فانا ما كنصبوش ديريكتومون الطريقه اللي كنستعمل هي هذه دائما في التشيز كيك هذه الطريقه الوحيده اللي كنستعمل وكتكون مناسبه جدا انني كنوضع فقط القليل في الجوانب حتى كيقبضوا شويه فراسهم عاد كنصب باقي الخليط في الوسط وديجا الا كانت عندنا الكيك ديجا فازقة بالحليب فهي ما غاديش تشرب لينا هذا الخليط بزاف لذلك كتجي زوينه هذه الطريقه لل... بالنسبه لي كتكون الامثل انني نخدم بها صافي من بعد ما صبيت الخليط كنحاول نحيد دوك الفقاعات وكنخليه على جنب حتى كيبرد واحد الشويه وكيقبط فراسو فهو سريع وما وقت كثير غادي ندوز للطبقه الثالثه واللي هي سهله انا استعملت كاس ديال العصير البرتقال كاس عفوا ملعقه كبيره ونصف ديال السكر ملعقه ديال النشا وكيس واحد ديال الفلان هنا بالنسبه للتشين حيت انا, أنا العصير ديال البرتقال انا كنت عصرته يعني نتاع اليد وصفيته من داك الخش اللي كيكون فيه وضفت ليه ملعقه كبيره ونصف ديال السكر دائما كتبقى على حسب الرغبه ديال الحلاوه هنا ملعقه كبيره ديال النشا ما معمرش وكذلك الكيس ديال الفلان آه بالنسبه هنا اللي ما عندوش كيس ديال الفلان ممكن يعوضه كذلك بالمايزينا يعني يستعمل جوج ملاعق كبيره هنا بالنسبه غادي نحاول نخلط مزيان ودائما دوك البقايا ديال الفلان غنحاول انني نسكي عليهم حتى يندمجوا مزيان وغنوضع هذا الخليط على النار حتى يسخن وما نخليش يتقال فقط يسخن وصافي وكنرجع كنبدا كنصبو في دقه واحده على الخليط وغيب شوي غير بالمهل لانه بسرعه 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 كينشف كي معنا وحنا بغينا يكون السطح ديالو متساوي وكما شفتو ديجا يعني من حد ان الطبقه الثانيه بارده فهادي كيكون كي ساهل انها تجمد بسرعه غنخلي هاد الثانيه هادي هنايا على برا حتى تشد فراسها وندخلها الثلاجه تبرد عاد غادي ندوزو ونقدموها هنا بالنسبه للطريقه فسهله بسيطه يعني اول حاجه كنحيد داك البلاستيك من الجوانب ثم كنحيد الاطار وكنزوقها كما بغيت على حسب الرغبه ديال كل واحد إذا كنتو استعملتوها في مول اللي هو كبير كاس يعني ممكن تقطعوها اولا ممكن تخليوها كما هي بالنسبه لي انا استعملتها هنا رقيقه لان دجا باغا نقطعها اما بالنسبه للتقطع فكيبقى الرغبه ديال كل واحد أه بالنسبه انا قطعت هنا على شكل قلب يمكن تختاروا القلب اللي بغيتو او الشكل اللي بغيتو قطعت صغيرة القطعة ديال الحلوة ديال الكاطو هدي الكمية كاملة اللي خرجت لي هاد خرج لي هاد البلاطو هذا ودابا غادي ندوز للتزيين التزيين هنا خديت فقط القبصة ديال ميلكة احتفظت بها دوب شوكولاته بيضاء وصبيت فيها القليل فقط وخليتهم حتى يشدوا في غادي ندوز للطريقه ديال التزيين هنا خديت قشده طريه سائله غير واحد المية ميلي تقريبا مع جوج ملاعق أو ملعقتان كبيرتان ديال حليب مركز محلى غادي نضيفو ليه وهنا بلا خلط كهربائي بلا حتى شي حاجه فهي الكريمه بوحدها من كتكون بارده مع الحليب المركز ممكن انا نطلعوها غير باليد فانا هنا استعملت ملعقتان كبيرتان ديال الحليب المركز المحلى يعني نستلي وغي باليد كنحاول من يعني نطلع هاد لاكريم مزيان فممكن نستعملو خلاط كهربائي ولكن ما كيحتاجش لان كميه صغيره دغيا كتطلع معنا وخصوصا هي ضروري ان الكريمه خصها تكون بارده كما كتشوفو من بعد ما عقدت لي دابا غنجيب واحد البوشا هي واحد البوق اللي غادي نزين به وغادي نعمرو بهاد به لاكريم هادي غادي نجيب دابا الحبات لا ولا القليبات ديال التشيز كيك اللي عندي وغادي نوضع فيهم واحد الكميه قليله دائما التزيين كيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد ممكن تزينو باش ما بغيتو هذه فقط فكره بسيطه صغيره آه زوينه كتعطي واحد واحد الجماليه للتشيز كيك ديالنا صافي من بعد غادي نحط فيهم هذوك القليبات اللي من بعد ما حيدتهم من البلاستيك غادي ندهنهم شويه ديال ديال الدوغي يعني داك السقل اللي ممكن تستعملوه ممكن تستغناو عليه كيبقى لكم اختيار انا هنا استعملت اللون الذهبي فقط يعني كتعطيه واحد لمعة خفيفه كما كتشوفوا وغادي نوضع في كل كريمه او لا في كل حبه غادي نوضع فيها واحد الحبه ديال هاد القليبات ديال شوكولاطه ميلكا البيضاء وغادي نقدمها بالصحه والراحه هنايا ضفت كاضافه شوكولاته مبشوره بيضاء ممكن تستغناو عليها كيبقى دائما تزين على حسب الرغبه نتمنى هاد التشيز كيك هذا تجربوه لانه فعلا فعلا كيجي زوين وانا ما كيختاريش في جميع المناسبات اللي كيكونوا كبارين او لا صغارين نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب هذا كان فيديو ديال اليوم ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم ويكون الفيديو واضح لانني حاولت انني ما نقص منه حتى شي حاجه من غير انني صرحت شويه العمليه وخل الفيديو كان شويه طويل نتمنى انني نكون تخفيفه على قلوبكم وانكم تجربوا هذا الشيز كيك هذا وينجح معكم ان شاء الله ما تنساوش تخليوا لي الصور ديال التجارب ديالكم في التعليق كذلك البنات ديال في نتمنى انكم تراسلوني وتعطوني التجارب اللي جربتوهم كاملين الى اللقاء فيديوهات اخرى ان شاء الله مع السلامه